اهلا وسهلا فيك معنا ايمان. صباح الخير. كيف الصحة اليوم؟ اجواء حلوة. اجواء كلها حياة. كيف بيختلف الاعتناء بفصل الصيف عامة عن فصل الشتاء؟ إذا عم نحكي عن النباتات الداخلية بقلب داخل المنزل. هلا يعني بالإجمال بس نكون عم نحكي عن الشتل أو النباتات، هي مثل في كل العالم عندها هيدا التصور أنه هيدا عالم مبهم لأنه ما بيحكوا معنا وما فينا إذا سألناهم يجاوبونا، سو مشان هيك بس هن بيعطونا علامات كتير قوية وكتير واضحة لازم نحن نطلع عليها. المقولة اللي عطول بتقول أنه اللي بيغني للشتلة وبيهتم فيها وبيغنجها وبيضلوا حدها بتعيش أحسن. هي المقولة كتير صحيحة لسبب معين صغير، هو أنه لازم نحن نقرب على الشتلة، يعني لازم نكون بالتصاق فيها، نقشع، نقرب عيوننا عليها، نقشع ورقتها من ورا ومن قدام، نبرحش بالترابيط تبعها، نقشع ترابيطها اذا نشفوا ولا ما نشفوا، لنشوف اذا في اي مشكله، يعني الواحد ما بيقدر يشوفها الا عن قريب. اكيد نحن من بعيد بنشوفها خضراء، بنشوفها حلوه، بنشوفها كبيره، ماكسيموم بنشوفها اذا دبلت بنحس انه صار معها شيء، بينما اذا كل يوم عندنا هالبيرسونال يعني الالتصاق الشخصي فيها بنكون عم نعرف شو عم بيصير فيها. اليوم رح نحكي بس على العلامات الهينه بموسم الصيف لنقدر نقشعها، اللي هي اهم بكثير واذا بدكم اوضح بكثير من الايام الشتويه. بالصيفي لانه عندنا حراره عاليه، عندنا رطوبه عاليه كثير، وعندنا بنفس الوقت بالبيوت كلنا بنروح على الشغل بنسكر البيت ترتفع حرارته ماكسيموم، بتصير على درجه حراره 30 و40 و50، وبنفس الوقت بتخف الرطوبه بقلب البيت لانه مسكر، يعني كل شيء اسمه مي بالبيت بيتبخر. الشتله بس تنعرف تتنفس وبتعيش، وبنفس الوقت بدها هواء طبيعي وبدها شمس او نور كمان لينزل عليها اذا ديركت او منه ديركت، ومي ومي. سو هودي ثلاث اصناف، ثلاث مكونات لازم نطلع عليهم بالشتله. اذا اليوم الشتله مثل ما كنا عم نقول دبل ورقاتها، يعني معناتها ما في كثير مي وصلت لها، لازم نحط لها مي. اذا الشتله اليوم حسيناها صفرت او حسيناها بلشت لقطناها هيك بلشت تنشف، معناتها ناقصها رطوبه، بدها رطوبه زياده. غير عم نحكي على الفيتامينات لازم نعملها on regular basis على وقت محدد. الأهم طريقة، أهم طريقة نعملها قبل ما نفل الصبح من بيت مسكر لأنه نحن بموسم الصيفية، نترك أقل شيء الشتلة بمحل في شوي كوروندر هواء، يعني في شوي مجرى هواء بيتحرك حواليها. بعرف أوقات نحن بالبيوت يمكن صعبة أوقات خاصة إذا النبتة كبيرة. صحيح. سو أهون طريقة نعملها بس نحطها للنبتة، ما نحطها بمحل تكون بلزق الإزاز حتى ما تعطينا كتير حرارة حد الإزاز، نحطها بعيدة عن الإزاز، هيدي أول طريقة. بعيدة عن الإزاز، بعيدة عن إذا في أي سي أو شفاج معقول يدور نحن ومنا من البيت أو نحن عايشين بالبيت كمان لازم نبعدها عنه. هودي شغلتين كتير مهمين، وبنفس الوقت بس نشوفها الصبح وبس نشوفها عشية بس نجي من الشغل نقرب عليها. بحبش بالتراب طبعا، نتأكد إذا ناشف التراب أو رطب، نتأكد من ورقتها نمسكهم بإيدنا إذا الورقة ناشفة ولا منا ناشفة، عليها رطوبة ولا ما عليها رطوبة، إذا عليها أمراض، عليها حشرات بيبين دغري. ونلقط البو بعد شغلة نشيله لبرا شوي نعليه حتى لو هي شوي تقيلة أو كبيرة، نتأكد إذا في دود تحت هيدا لانه هودي كلهم من علامات انه هي بلشت تتعب. عماد رح ننتقل لنشوف بعض الصور على الشاشه، وحوالينا يمكن كمان في بعض النبات، يعني انا بعرف منهم هلا بترجع بتصلح لي اذا انا غلطانه ولا لا. موجود معنا الكانتيا، اللي هي الكانتيا بفتكر من النباتات اللي بتربى داخل المنزل ويمكن تتحمل نوعا ما رطوبة وشوية حرارة، لأنه أنا عندي كانتيا بالبيت فبجرب أني أهتم فيها. هيدي هي الكانتيا؟ نو. هلا نحن دغري طلعت غلط، عملت مقدمة وحكيت عنها. صحيح. هلا الكانتيا هي من النباتات بتروبيكال ارياز، بتعيش بمناطق استوائية، بتشبهها شوي. هيدي شتلة اسمها دراسينا، نحن حاطين حوالينا كذا صنف من شتلات الدراسينا. دراسينا هني أكثر شتل بيعيش بقلب البيت وبيحمل قلة ضوء وبيحمل شوي إذا بدنا نقول فترة جفاف أطول، لأنه الدراسينا هي جزعة شوي تخين بتخزن مي جواتها، بعكس الكانتيا. الكانتيا جزعة تروبيكال تاخذ الرطوبة والمي
من الهواء اللي حواليها تتحمل ومن التراب. سو مشان هيك بقلب البيت اللي كانت بتتعب اكثر من الدرسانه. سو مشان هيك انا كنت عم بعطي هودي ثلاثة روز نطلع على الشتل نشوف الشلوش تبعها التراب تبعها اذا نشفوا اذا فيها دود ولا ما فيها دود، عليها امراض ولا ما عليها امراض. وبنفس الوقت كثير مهم نلمس الشتل لانه بالصيفيه الحراره عاليه، لازم على طول نضل نعطيها نبخرها نعطيها موشرايزيشن نرش مي عليها نرشه المي ونبخبخها بمي. هلا طريقه السقايه عاده كل العالم تتعذب بتحسها انه صعبه. اليوم جبت معي غرض هيك شوي مهضوم منه يعني هو كانوا يستعملوه جدودنا من قديما بس هلا طوروه شوي زياده. هي نوع من الفخار اذا بتنتبهوا لها على ما بعرف اذا عم يقدر ياخذها على الكاميرا قريبه، هي كون من الفخار بيتعبى مي مفتوح من ورا، هي مثل الفخاره اللي كنا نستعملها نحن بالبيوت تبعنا، بنعبيها مي ومنطبها على قفاها للفخاره، بتصير المي اوريدي محاصره بقلب الفخاره وبتصير التراب كل ما ينشف يمص المي اللي لازم ياخذها، وكل ما هي اللي بتعرف الفخاره لانه بتطلع مي لبرا. وهيدا النوع من هيدا الاكزامبل اللي انا جبته معي هو كمان فخار بس يتعبى مي، التراب كل ما ينشف بمص المي الرطوبه تبع الفخار بضلها تعطي على مهلها. هيدي طريقه هينه يعني اذا بدك تشيلها وتشوف لا ساعتها هون هو لازم ندسها على طول. بس بهيدي الطريقه اذا جبنا فخاره عبيناها مي او جبنا مثل هودي مثل هيدول مثلا اللي معبيين مي شكيناها بالتراب بس ينشف التراب كليا بصير بده ياخذ رطوبه، هيدي الفخار على طول بضله معه يعني بضل رطوبه موجوده بقلبه، بصير التراب يمص دغري من الفخار ويسقي حاله بحاله، هيدي بتهون علينا للاشخاص اللي ما عندهم كثير وقت يسقوا او بيتركوا البيت على ثلاث اربع ايام ما بيكونوا متواجدين فيه كل الوقت. بس صغيره مثلا هيدي كحجم هيدي حجمها صغيره لشو طول صغيره لشو طول صغيره الاكبر بدك تحط يمكن اكثر يكون حجم اكبر. الفخاره العاديه اللي كنا العالم تشتغل اللي كنا معودين عليها من ايام قبل بتعبيها مي وبتحفري لها بقلب التراب بتحطيها بتصير هي تنز مي شوي شوي للاحواض اللي برات البيت يعني اللي اذا عنده حوض الواحد كمان بيقدر يستخدمها هاي. هلا هون صرنا بغير اذا بدك اذا بدنا بغير انفايرمنت بغير طبيعه لانه كل شيء شتول بقلب البيت محصوره بقصه المي والهواء والرطوبه. الشتول اللي برات البيت ضربها الهواء كل الوقت ضربها الشمس كل الوقت هون المحبس تنسقى كل يوم بحاجه بايام حزيران تموز وقبل لازم كل يوم تكون عليها مي. وهون ما بينفع بقى ما بكفي كميه المي القليله سو بدنا قبل ما نفل نكتر لها كثير مي. وهيدي لنعطي معلومه كمان على طول بالنسبه للشتول الخارجيه السقايه لازم تكون الصبح بكير 4 5 الصبح او 6 الصبح او مؤخر بالليل. هن في ناس بتقول مؤخر مش محبذه لانه بالليل عاده بترتفع رطوبه وما بيكون في ضوء ما بيكون في شمس كل المي اللي بتحطيها بتعمل عفونه بالشرش بتعمل رطوبه على الشرش اذا ما بخرت. سو الافضل على طول تنسقى بكير لتطلع الشمس عليها 3 4 ساعات تبخر كل شيء اكسس لانه نحن اليوم نسقي برا بالخارج بجنينه بس ما بنعطي انف فود يعني بنعطي اوقات كميه اكثر من ما هو لازم. سو بحاجه للشمس لتبخرها يعني هي الطبيعه مثل ما طول بنقول بتصلح حالها بحالها. مشان هيك وقت بنحط الشتله جوات البيت عم نخالف الطبيعه عم نخالف الرولز تبع الطبيعه مشان هيك عم نجبرها تكون بمحل منا مبسوطه فيه اقل شيء نعطيها الاشياء اللي هي بترتاح فيهم. طيب عماد هيك اسئله سريعه يعني هول النباتات اللي قلت لي درسينا موجوده عندنا بالبيت لازم نراقب دائما اذا فيها اي مشكله، اذا فيها اي مشكله اكيد بتتطلب علاج لحتى حالتها ما تسوء وتموت كليا النبته. في اوقات بينعطى فيتامينات للنبته خلال هالاشهر لانه بتكون الحراره اعلى من بقيه الشهور. بالتطور اللي صار عندنا بالتكنولوجيا الجديده الفيتامينات الموجوده بالسوق صارت اسمها سلو ريليز يعني بتدوب على مهلها. بالايام الشوب اللي كثير عالي حتى ما ناذي الشرش وما ناذي الشتله من المفضل يشتري الشخص الفيتامينات اللي بتدوب على مهلها مرحله شهر شهرين وحسب كل نوع بنوعه. يعني مثلا اذا جبنا فيتامين بدوب كل شهرين مره بنصير نحن كل شهرين مره بنرجع نحطه. عاده بيكونوا مثل حبوب صغار بينرشوا مثل الملح على كعب الشتله كل ما نصقيها بتصير هي تدوب وتعطي لحالها. هيدي اهون شيء واهون طريقه ليتعاملوا معها بقلب البيت. عماد باقي لنا تقريبا دقيقه او دقيقتين، فينا نحكي عن باقي هول كمان ازهار داخليه، في هيدي انيمون مثلا نحن كل اللي حوالينا اعطيني اسم قوله صح اوكي هيدا نوع هيدي اسمها سيرفينيا هي نوع من البيتونيا خارج البيت طلع كل الاسامي حافظتهم هيدي بوغانفيليا اللي قدامنا على الطاوله بوغانفيليا البيربل سيرفينيا صحيح سيرفينيا واللي قدامي فوشيا والزهر هي بوغانفيليا
إسرائيلية كمان خارجية بدها شمس كتير. أنا جبت شوي لهيك تنحط شوي وبتعطي كتير يعني حلو، بتكبر بطريقة كتير اسمها مجنونة بالعربي لأنه بتطلع بطريقة جنونية وألوانها حلوة. اللي حدنا هون هي الخبيزة النبتة اللي كلنا بنعرفها لوجع البطن وللأمراض، ولكن شو بتعطي زهرة كتير حلوة اسمها كمان جيرانيوم واسمها بالعربي خبيزة. هاي جيرانيوم بعرفها هاي. في بلانت تاني بتنغلى مزبوط، هيدا بتنغلى كمان، بتنغلى مع الشاي لوجع البطن. في البلانتيت هوديك الصغار كان ما عندنا كتير وقت لنحكي عنهم، اسمها كلوروفيتوم. الحلو فيها انه هي بتشتل حالها بحالها، كل ما تطلع ورقه على كعب على راس الورقه بتكب شتل جديده مع شلش جديد. هيدي بكره اذا شي مره بنحكي عن كيف بنعمل بروبيجيشن، يعني كيف فينا نكبر الشتلات هن من حالهم، نزرع زياده بدل ما نجيب بذره او نشتري شتله كامله. بتشيل منها وبتشتل بصير عندك شتله جديده. اوكي، هيدا فينا نعمل حلقه بكره عليها كامله كيف نعمل منها. وكمان هيدي مثلها مثل سرفانيا بيختلف لونها صحيح. بتكون معنا الاسبوع الجاي؟ خلص مين كل بده. خلاص وعد الثلاثة المقبل كمان بنحكي عن، لأنه الموضوع كتير واسع وبفتكر كتير من الناس بحبوا أنه يكون عندهم نبات داخل البيت لأنه بتعطي هيك حياة حلوة. هو عالم مبهم مثل ما كنا عم نقول، حلو واحد يقرب يعني على طول. هاي النصيحة بقولها، قربوا على الشتلة، عدوا أنتوا يحكوا معه وتطلعوا عليها كلوزلي بتعرفوا شو بها، بتعرفوا شو بدها، اذا هي بحاجه، اذا عطشانه دغري رح تعرفوا، اذا تعبانه دغري رح تعرفوا. صحيح. شكرا لك المهندس الزراعي عماد حداد، شكرا على كل هذه النصائح، نلتقي بك الاسبوع المقبل.